طفرة كبيرة على مستوى قطاع الناشئين والشباب يشهدها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، أفرزت عدة مواهب شابة وخامات مبشرة لمستقبل فريق الكرة بالقلعة البيضاء. ومن بين المواهب الشابة التي ينعم بها فريق الزمالك صانع الألعاب والجناح الأيمن مصطفى شكري وحارس المرمى معاذ علاء الدين. مصطفى شكري انضم لصفوف قطاع الناشئين في نادي الزمالك عام 2017، واختاره أحمد صالح بعين الخبير خلال الاختبارات وضمه لصفوف القلعة البيضاء. وبعدما لفت مصطفى شكري الأنظار بموهبته الكبيرة، قرر المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك البرتغالي مانويل فيريرا تصعيد اللاعب في موسم 2021-2022. مصطفى شكري يعتبر النجم والقائد محمود شيكابالا مثله الأعلى من ضمن نجوم الكرة في مصر، وعلى المستوى العالمي يحلم اللاعب الشاب أن يسير على نهج محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي. وعلى مستوى حراسة المرمى يبرز اسم معاذ علاء الدين الحارس الموهوب مواليد 2003، والذي لعب لصفوف الشمس ومصر المقصة قبل أن ينضم وهو ابن 18 من العمر لصفوف قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حيث اختاره أحمد عبد الرؤوف بعدما تألق وخطف الأنظار. وقام الكولومبي أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول بتصعيد معاذ علاء الدين في الموسم الجاري للدفاع عن عرين الفارس الأبيض مع كوكبة من النجوم في مركز حراسة المرمى من أصحاب الخبرات الطويلة. يعتبر معاذ علاء الدين الكابتن عبد الواحد السيد مثلاً أعلى له على مستوى حراسة الكرة المصرية، في حين أن الثنائي مانويل نوير وتير شتيغن يمثلان العشق بالنسبة لمعاذ على المستوى العالمي. ميدو نبيل وانقذ الحارس، يا سلام عليك يا معاذ علاء. معاذ علاء ينقذ ضربة جزاء ببراعة شديدة جدا. زمالك يا دولة شبابك عتاولة، هكذا تتغنى جماهير القلعة البيضاء بشبابها الصاعد الواعد من أصحاب الموهبة والجدارة بارتداء قميص الفريق الأول والدفاع عن ألوانه وشعار النادي الملكي العريق.